السلام عليكم. في درس سابق اتكلمنا عن the parts of speech، أقسام الكلام، وهسيب لك رابط الدرس ده في أعلى الشاشة هنا، تقدر ترجع له في أي وقت. قلنا إن أقسام الكلام هي الناون الاسم زي كلمة boy أو ولد، البروناون الضمير زي كلمة he هو، الفيرب الفعل زي كلمة eat يأكل، الأدجكتيف الصفة زي كلمة طول طويل، والأدفيرب الظرف زي كلمة quickly، البريبوزيشن حرف الجر زي كلمة in بمعنى في أو بداخل، الكونجنكشن حرف العطف زي and و، وفي النهاية الانترجكشن حرف التعجب زي كلمة oops. طيب النهاردة إن شاء الله هنركز على الصفة الأدجكتيف. هنتعلم في درس اليوم الصفات الأدجكتيفز زي كلمة smart ذكي، وكلمة beautiful جميل، وكلمة kind بمعنى طيب أو لطيف. الكلمات دي هي كلمة kind و beautiful و smart، والنوعية دي من الكلمات بنسميها في اللغة الإنجليزية adjectives أو صفات. في درس اليوم هنتعلم الصفات إزاي بنكونها وتستخدم إزاي ومكانها فين في الجملة، ويلا بينا نبدأ الدرس. Let's get started. في البداية ناخد مجموعة من الصفات الشائعة Common Adjectives in English علشان تساعدنا في فهم الدرس بشكل كامل. نوصل الصورة، رجل وزوجته الاثنين في سن متقدم، نقدر نستخدم كلمة old بمعنى عجوز. طيب هقول old people يعني ناس عواجيز، old people. نلاحظ ان كلمة old سبقت كلمة people، لان في اللغة الانجليزية الصفة تسبق الموصوف، يعني تيجي قبل الاسم اللي بتوصفه. مينفعش اقول people old، لا old people. مثال كمان، this is a library، مكتبة. المكتبة دي جديدة فهقول new. طيب new ايه؟ new library، مكتبة جديدة. الصفة بتيجي قبل الموصوف، قبل الاسم اللي بتوصفه، new library. طيب مثال كمان، كلمة fast، fast بمعنى سريع. أنا عايز أوصف السيارات دي إن هي سريعة، أقول fast cars، سيارات سريعة، الصفة قبل الموصوف. طيب ده snail أو حلزون، عايز أوصف السنيل إن هو slow بطيء، كلمة slow صفة بمعنى بطيء، فهقول slow snail حلزون بطيء. مثال كمان، عندي ده منظر رائع أو مدهش. نشوف المنظر، أوصفه بكلمة amazing رائع، amazing صفة. طب عايز أقول منظر أو مشهد رائع، amazing scene، amazing scene، amazing صفة جت قبل الاسم اللي بتوصفه. آخر مثال معانا، كلمة great رائع أو عظيم أو هائل، منظر الأهرامات رائع، فهقول great pyramids. لازلنا بنستخدم الصفة قبل الموصوف، great pyramids. من الجزء اللي فات نفهم إن الأدجكتيف أو الصفة هي عبارة عن كلمة بتصف الاسم. يعني كلمة تصف الاسم؟ يعني كلمة بتعطي معلومات عن هذا الاسم اللي بتصفه. The adjective is a word that describes a noun. طيب الصفة في اللغة الإنجليزية ليها مكانين أو موقعين في الجملة. بمعنى إيه؟ يعني الصفة استخدمها في أي مكان في الجملة، أقدر استخدمها في مكانين. المكان الأول أقدر استخدم الصفة قبل الاسم، before the noun. طيب كمان فين ممكن استخدمها؟ بعد الفعل المساعد، after an auxiliary. احفظ القاعدة دي، الصفة before a noun قبل الاسم، or after an auxiliary بعد الفعل المساعد. ناخد مثال يوضح، ده مبنى ضخم، عايز استخدم ووصف المبنى ده بانه هو ضخم. ممكن اقول a big building، building معناه مبنى هي اسم، وbig معناه ضخم او كبير. طب كلمة big استخدمناها فين؟ قبل الاسم اللي بتصفه، فقلت big building، ولأن البيلدينج مفرد فمهم إننا نستخدم أداة نكرة في البداية تدل على المفرد، a big building. المهم عندي دلوقتي إن أعرف إننا استخدمت كلمة big قبل building أو الصفة قبل الاسم.
طيب نفس الصفة دي اللي هي big ممكن أستخدمها بعد فعل مساعد في الجملة، ممكن أقول this building is big، يبقى استخدمت كلمة big بعد فعل مساعد اللي هو verb to be is. دلوقتي هناخد أمثلة نفهم منها أكتر إزاي أستخدم الصفة وفين هيكون مكانها في الجملة. Let's have examples. بالمثال الأول مع كلمة happy. happy صفة ومعناها سعيد. طيب الأطفال دول سعداء، عايز أوصف الصورة، ممكن أقول they are happy children. لاحظوا إن أنا استخدمت كلمة happy بمعنى سعيد قبل كلمة children اللي هم الأطفال، الصفة قبل الاسم happy children. الجملة بالكامل هؤلاء أطفال سعداء، they are happy children. كلمة happy ممكن أستخدمها بعد فعل مساعد، فعل مساعد زي verb to be, am, أو is أو are. ممكن أقول the children are happy، الصفة قبل اسم happy children أو بعد فعل مساعد are happy. مثال كمان كلمة blue. blue بمعنى أزرق اللون. طيب الكتاب ده أزرق، عايز أوصفه، ممكن أقول this is a blue book، كتاب أزرق. استخدمت كلمة blue قبل كلمة book لأن الصفة قبل الاسم. ممكن أستخدم نفس الصفة بعد الفعل المساعد وأقول this book is blue، blue book or is blue. المثال بالكامل this is a blue book، this book is blue. مثال كمان كلمة long. long بمعنى طويل، صفة. ممكن أستخدم كلمة long بالشكل ده، ممكن أقول the giraffe has got a long neck، الزرافة تمتلك رقبة طويلة. لاحظوا إن أنا استخدمت كلمة long قبل كلمة neck، صفة قبل اسم. ممكن الصفة تيجي بعد الفعل المساعد ويكون المثال كالتالي the neck of the giraffe، رقبة الزرافة تكون طويلة، فهقول the neck of the giraffe is long. long صفة قبل الاسم neck، أو إن أنا استخدم long صفة بعد فعل مساعد زي verb to be is. مثال كمان كلمة active. active معناه نشيط. طيب الشخص ده عايز أوصفه، فأنا ممكن أقول he is an active person، هو شخص نشيط. طيب كلمة active نشيط هي عبارة عن صفة بتسبق الاسم اللي هو person أو شخص. ممكن أستخدم الصفة بعد الفعل المساعد زي ما اتفقنا وأقول this person is active. طيب مثال أخير كلمة lazy. ده حيوان اسمه الكوالا، الكوالا مشهور عنه إن هو كسول lazy، فأنا ممكن أقول the koala is a lazy animal. lazy كسول هي صفة تسبق كلمة animal لأن animal اسم، يبقى صفة قبل الاسم. ممكن أستخدم كلمة lazy بعد فعل مساعد am أو is أو are وأقول the koala is lazy. اتعلمنا في المثال ده والأمثلة اللي جت قبله إن الصفة قبل اسم أو فعل مساعد، ما ننساش الجزئية دي. مهم دلوقتي نتعرف على أنواع الصفة types of adjectives. الصفة في اللغة الإنجليزية نوعين، النوع الأول بنسميه صفات النوع، وده النوع المشهور اللي احنا بنستخدمه دايما في كلامنا وفي حياتنا اليومية زي كلمة good, bad, clever and so on. الصفات من النوع ده بتصف اسم أو ضمير. خلونا ناخد أمثلة، كلمة good جيد، bad سيء، big كبير، small صغير، happy سعيد، sad حزين، tall طويل، short قصير. طيب في كمان النوع التاني، دي صفات غير حقيقية، يعني صفات النوع دي صفات واضحة، صفات حقيقية بنسميها صفات النوع. النوع التاني من الصفات بنسميه صفات غير حقيقية أو محددات determiners. طيب النوع ده من الصفات على كم نوع؟ خلونا نعد مع بعض 1 2 3 4 5 6 7، سبع أنواع من الصفات غير الحقيقية. إحنا بنستخدمهم لكن يمكن ما نعرفش إنهم صفات. طب الأنواع دي إيه؟ صفات مشتقة من الاسم، يعني الاسم نفسه ممكن أستخدمه كصفة، إزاي؟ إذا جه قبل اسم تاني لأنه هيوصفه. فكلمة food طعام، ممكن أقول Mexican food طعام مكسيكي. كلمة Mexican اسم لكنها تحولت لصفة لأن هي جت قبل اسم تاني. كلمة Egyptian cotton القطن المصري، مصر اسم والقطن اسم.
لكن كلمة Egyptian تحولت لصفة لأنها بتسبق اسم فبتصف الاسم. كمان كلمة computer parts أجزاء الكمبيوتر، school libraries المكتبات المدرسية، كل دي أسماء تحولت لصفات لأنها بتصف اسم وجات قبله. عندي كمان صفات الإشارة اللي هي this, that, these and those، صفات توزيعية each, every, some, much, many, more, most, little, less, few, both, several, enough. صفات الكمية وصفات العدد زي كلمة some, any, no, few, many, much, one, 20، وصفات استفهامية زي كلمة which, what, and whose، وصفات الملكية اللي اتعلمناها بكده في درس سابق زي my, your, his, her, our, and their. حتى أدوات النكرة والمعرفة اللي احنا نعرفهم اللي هما الـ a والـ an والـ the هي أيضا تعتبر صفات غير حقيقية. طب ليه هذه الكلمات تعتبر صفات؟ ببساطة لأنها تسبق اسم. يعني لما أقول this book هذا الكتاب، هذا الكتاب، فكلمة this سبقت كلمة book اللي هو كتاب اسم فأصبحت صفة. ممكن أقول everyone every students in the class، فكلمة everyone أو every student هي كلمة سبقت اسم فأصبحت صفة. كمان ممكن أقول some sugar بعض السكر، فكلمة some أصبحت صفة. ممكن أقول which of you which book، فهنا كلمة which بتسبق اسم فتصبح صفة. حتى صفات الملكية اللي هي my مثلا my car my bike بتصف اسم فهنا تحولت إلى صفة. وأدوات النكرة هي أيضا تسبق أسماء، ممكن أقول مثلا a boy an egg the class، فهنا أدوات النكرة والمعرفة سبقت أسماء فأصبحت أو تحولت إلى صفات. طيب درس اليوم احنا اتعلمنا فيه الصفة هي ايه، وتعلمنا مكان الصفة في الجملة اللي هي قبل الاسم او بعد الفعل المساعد، وعرفنا انواع الصفات. ده هو كان نهاية درسنا النهاردة. انتظرون الدرس القادم في مجموعة دروس بنشرح فيها الصفة بشكل كامل. I hope you have liked and enjoyed the lesson. Hope you'll be here again next time. See you and goodbye. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.